احنا معتصمين لانه احنا هنا الناس الموجوده متخرج بينا ناس من 2007، يعني 2007 2008 2009 والى يومنا هذا 2009. ها احنا مهندسين كيمياويين هنا بينا حملت شهادات عليا، حاصلين على شهاده الماجستير، اكو ناس حصل على شهاده الدكتوره بينا. طبعا كلنا الموجودين بكالوريوس بينا ناس من الاوائل. احنا هنا لانه احنا دا نتخرج من قسم الحكومة يعني نهائيا ما لها اي علاقة بي، ما متبنيته، ما يشغلونه، من 2007 لليوم سدوا الدرجات الوظيفية ما لهم علاقة، هاي 12 سنة صرنا نتخرج ولا احد يقول لنا انتوا وين؟ زين؟ ليش دا نطلع معدل بالتسعين؟ ليش احنا تعبانين على روحنا؟ شنو السبب يخلينا نطلع من الاوائل؟ ولا واحد يوفر لنا فرصة عمل خو من البداية ينسد القسم من قبل 12 سنة، كان رحنا دخلنا غير اقسام وغير كليات اللي بها مجال وامل تعيين. هنا موجودين احنا نطالب بحقنا، نريد عمل، نريد رزق حلال، خو احنا نقدر نروح نشتغل اي شيء، بس احنا ما نريد لقمة حرام تدخل لبيوتنا، وشي باستحقاقنا، يعني درجتنا وشهادتنا وتعبنا، احنا جايين نريد ثمرة هذا التعب، واقفين هنا هذا اعتصام مفتوح، بدأ قبل خمسة أيام احنا هنا شباب وبنات من كل محافظات العراق جونا من البصرة وصعودا الى الشمال، يعني بصرة الناصرية والى اخره وبغداد وشي، شباب وبنات ونجي من الصبح قبل دوام الوزارة ما نطلع الا قبل الاذان مال المغرب بشوية، قبل الاذان يقولون الشباب روحوا، احنا البنات الشباب هنا مبيت، مستمرة هالوضعية ما راح تنتهي. احنا قدمنا طلبات، احنا اجانا همين يعني الولد حاولوا وهوايه تكلموا ويا نواب، اجت قنوات اعلاميه شيء يعني الجهات المعنيه انه مثلا بعد ما املونا او اعطونا فد يعني لا حتى الوعود مو وعود صريحه يعني، لكن احنا نتامل خير واحنا يعني اوريدي معزمين، احنا ناس عطاله بطاله ونريد رزق، جايين قاعدين هنا ما راح نرجع يعني، فالى ان تتلبى مطالبنا، فيعني هذا موجود. مستمرين شنو ما تتنفذ هسه؟ قاعدين للشهر الجاي، نقعد للشهر الورا، نقعد للسنه تجي، ايش عندنا؟ ناس عاطلين عن عمل، نروح نقعد بالبيت، هي البيوت هم حاره، حالها حال هذا المكان ترى، ويعني هسه احنا منتصف النهار والله كنا تأذينا من الشمس، بينا ناس خربطت ونقلت المستشفى من اول البارحه، زين ومع ذلك مستمرين. معتصمين اليوم، صار لنا يوم الخامس على التوالي طبعا. ما حد زارنا من المسؤولين، ما حد اجى قال ايش محتاجين ما محتاجين، هاي شوفت عينك، هاي درجات الحراره العاليه وصلت اكثر من 50 درجه، وهاي نومتنا على الرصيف احنا هنا قبال الوزاره، ما في يوم طلع واحد من عندهم قال ايش محتاجين ما محتاجين، ما حد قدم لنا اي شيء، لا دعم لا مساعده، وهاي شوفت عينك يعني. طبعا القسم الهندسه الكيميائيه مظلوم من زمان، طبعا من وراء 2007 لحد الان ما انطلقت تعيينات على هذا القسم، تنطلق بمختلف الوزارات يعني تعيينات على الصحه وعلى غيرها والصناعه والمعادن، بس قسم الكيمياء هو القسم المظلوم يعني. موجوده درجات الوظيفيه بس ما تنطلق، قلت لك من وراء 2007 لحد الان ما انطلقت درجات لهذا القسم المظلوم، يعني تنفتح درجات الغير اقسام من الهندسه، بس قسم الكيمياوي ومع العلم هو قسم الكيمياوي، يعني هو اللي يحتاجونه طبعا بالمصافي، شغلنا يعني بالمصافي الكيمياء بالمصافي. وطبعا حتى بالقطاع الخاص هم ما شغلك، يعني تجي انت اول شيء يريد من عندك خبره اقل شيء سنتين، ويعني ويريد لغه انجليزيه، يعني ما كفت دورات تدريبيه او تطويريه بعدين هو يطورك ويتعب عليك حتى يستفاد من عندك، يعني ماكو دعم لهذا القسم ابد. يعني طبعا اناشد اكيد وزاره النفط ان تلتفت لهاي المجموعه ولهاي الشريحه المظلومه من المهندسين الكيميائيين وتوفر لهم فرص وتعينهم، يعني محتاجونا بالحقول النفطيه والمصافي اكيد. خرجنا اليوم ندافع على حقوقنا، مطالبنا المشروعه الى ابعد الحدود. ما هي ابرز مطالبنا؟ احنا هسه خريجين هندسه كيمياوي، خريج المهندس الكيميائي بقيه الدول بالعالم هو اول شيء بالهندسه، لان هو اساس المجتمع، هو الصناعه. العراق هسه يفتقر للصناعه، محتاجين صناعه، محتاجين معامل، محتاجين كل شيء. بذره المجتمع، المهندس الكيميائي ما لاقي تعيين، ما لاقي شغل حتى بالاهلي. بهالحاله يعني احنا شلون نضل قاعدين بالبيت؟ انتاني شن تاني؟
طلعنا ندافع عن مطالبنا. طبعا انا اللي قدرت اجي يوم ما يعني بالقطاع الخاص، انت تعرف واحد مشتغل بالقطاع الخاص يقدر ياخذ اجازه، يا اما يعوف الشغل ويجي هنا، يا اما بالموت يحصل اجازه. اليوم انا قبل الاعتصام بخمس ايام مقدم اجازه، يلا اليوم حصلتها ورا تقريبا 12 يوم. بقيه الناس اللي ما قدرت تجي، اللي معينه لعوائلها، يعني طبقه المهندس الكيميائي بالعراق كلها مظلومه. احنا هنا نمثل الطبقه المظلومه بالعراق كلها، ما نمثل بس نفسنا. يعني صار لكم ايش قد اليوم انتم التصوير؟ اليوم خامس يوم. من الاحد. ما حد اجى. ما حد قدر. احنا يعني متعودين على هالوضع بالعراق. ايام الانتخابات يجي المسؤول ويضرع لك بالجنه. خلصت الانتخابات عافك وراح. روح التحير بزمانه. ما درهم، يعني احنا مهندسين تعبانين على روحنا، 16 سنة ندرس، عيوننا راحت بالكليات. يعني شفنا الموت بالاقسام الداخلية ندرس بعيدا عن اهلنا. دراسة الهندسة بالعالم كله مو مثل العراق، العراق اصعب شيء. وتخرجنا والحمد لله والشكر، وين حقنا؟ وين حقنا؟ شغل نريد بالشركات الاهلية ماكو. يجيب انا اشتغل بمصفى كربل. رواتب مقارنة بالعمالة الأجنبية أقل الربع، يعني 600 ألف دينار وذاك يأخذ 3000 دولار. عقود طبعا، أنت من تجيب عامل أجنبي تشغله عندك أكيد راح تأخذ معدة نسبة، يعني وين 23 ألف بنغالي مقابل 3000 عامل عراقي. الواسطات موجودة، مثل ما شفنا قبل كم يوم التقنيات الأجهزة الطبية مهندسين تعينوا 8000 واحد، يعني الحكومة تقدر تعين مو ما تقدر. احنا ما بينا 600 واحد مهندس كيمياوي من 2007 لحد هسه ما متعينين. ليش 600 واحد؟ مع العلم اني هندسة كيمياوي اختصاصي بالمصفى، دا يعينون مهندس النفط اللي هو اختصاصه استخراج النفط من باطن الأرض، ده يعني بمصفى اللي هو تكرير النفط، مو شغله اصلا. ما يعرف يدخل دورات ويصرف عليه وحتى يشغله بالبوزيشن مات. شنو وين العداله بالموضوع؟ يعني لان هو اسمه مهندس نفط حتى يمتص الزخم بالشارع يعينه بوزاره النفط بالمصفى، انا مكاني ليش ياخذه من عندي؟ انا شو وقت اشتغل؟ بالعافيه عليهم خليه يتعينون، انا شو وقت اشتغل؟ الى متى تظل متاني؟ يعني مظلومية هواي 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 وما نعرف شنو نحكي. احنا خريجي كليات الهندسة الكيميائية اليوم مع التصميم امام ابواب وزارة النفط، نطالب من خلال هذا الاعتصام رئاسة الوزراء ووزير النفط وكل المسؤول عن توفير درجات وظيفية لخريجي طلاب الكليات الهندسة وخاصة الهندسة الكيميائية، لأن صراحة الهندسة بالعراق هي بشكل عام هي تعبانة كافة الأقسام، بس الهندسة الكيميائية يعني أكثر هو القسم اللي مظلوم بالبلد. وبعدين احنا نطالب رئاسة الوزراء بالدرجات الوظيفية، هو أولا وتالي احنا من درجات وظيفية من الميزانية مال الدولة، يعني هو ما خسران شيء الرجال إذا وفرنا مثلا 500 درجة وظيفية لخريج الهندسة، وراح ينطين من جيبه، وبالتالي هو كلهن من البلد، خيرات البلد. وحتى كافة يعني تعيينات ليش ما يوفر فرص؟ هو ايش خسران؟ بس قد تكلف الميزانية إذا نقول الشعب كله تعيين، خلي تكلفه 5%، الباقي عم حلال عليكم خلي ياخذوا زين. وبعدين وهاي شغلة الواسطات والفلوس وما أعرف شنو. زين احنا ما عندنا واسطة، زين لو عندنا واسطة ما كان جينا هنا، وبالتالي احنا شلون يعني شو ننتظر؟ صاركم ايش قد اليوم على هاي الحالة؟ احنا صارنا أسبوع، بس صراحة احنا ناويين نظل، يعني نظل أسبوعين ثلاثة شهر نشوف ايش وقت يلتفتونا. زين والله زياره ماكو يعني صراحه، بس هم طلبوا قائمه مال اسماء ما اعرف شنو ويا الممثلين، بس ماكو يعني النواب كلها ماكو. قرر خريجو الهندسه الكيميائيه ولليوم الخامس الاعتصام امام مبنى وزاره النفط من اجل تحقيق مطالبهم، وهو التعيين على ملاك وزارة النفط والقطاعات النفطية، باعتبار أنه هذا القسم مهمش وعانى الظلم
لأكثر من 12 سنة لم تطلق أي درجات وظيفية باستثناء درجات بسيطة تعد عد الأصابع، ولا نعلم إلى أي جهة راحت، أو يعني اللي موجودين حاليا مثل ما تشوفون من كل محافظات العراق، من كل جامعات العراق، التخصص هندسة كيميائي بحث. الحمد لله مثل ما تقول يعني الوزارة يعني دزت أشخاص من مكتب شؤون المواطنين والتقينا بالست، بالإضافة إلى كان حضور مشرف من السيد النائب الدكتور وليد السهلاني يوم أمس، كان حضوره مشرف، والتقينا بالسيد مدير مكتب الوزير، وكانت يعني هناك يعني شلون نقول والله ان شاء الله اكو حلول، بس هاي الحلول احنا نريدها تكون سريعه، لان حراره الشمس تعرف يعني انت هنا اكثرهم عوائل، اكثرهم عايفين بيوتهم، اللي اشخاص اللي يشتغل قطاع خاص بس هو العمل مالته ما يكفي ولا يكفي عائلته، ويريد ثمره جهده لاكثر 16 سنه هو يدرس، اضافه الى 4 سنوات هو يدرس، يريد ثمره جهده بحيث انه ينول ابسط حقوقه وهو التعيين على ملاك وزاره النفط. احنا مجموعة مهندسين كيمياويين المعتصمين المصموطين بالحر، هنا صارنا كم يوم والمقدمات شباب ما قصروا، بس أنا لاحظت يعني احنا واقفين قدام وزارة النفط دا اشوف عيب على الدولة، يجي مهندس كيمياوي بسيارات مصفحة وبشركات أمنية يطبون لوزارة النفط، هم مهندسين غربة وياخذون رواتب 7000 8000 دولار، واحنا مهندسين اللي عانينا معاناة العراق صار لنا سنوات، اللي صحينا على روحنا احنا عايشين بهالمعاناة، وهم اجوا من لندن من غير دول اوروبيه كلها اجوا سيارات بصفحه يطبون لوزاره النفط، واحنا هيك نباوع عليهم، عبالك احنا ناس غربه وهم اهل الوطن. برايي الشخصي هاي عقود، هاي اكو هاي الكفاءات، بس انا اقول لك شنو، عقود جولات التراخيص اللي سووها اي وزير يجي هنا يجيب شركه نفطيه خاصه، وهاي الشركه من تجي هنا تسوي عقد ويا الدوله، هاي الشركه قالوا لها تنطي نسبه للوزير، هذا الوزير اللي يجي، يعني انا حسب اللي سمعته الوزراء النفط السابقين اللي رايحين، يا وزير جايب شركه لهنا وشركه لحد الان تشتغل، نسبه من الواردات الشركه تروح على الوزير، عسى يا وزير جاي وزير النفط، فكل واحد من يجي للوزاره كل واحد يركض يجيب شركه اجنبيه حتى بعدين لها نسبه، وما يقدر يرفض على هاي الشركه اجنبيه شغل مهندسين عراقيين وياك، لان اصلا هذول الشركات جايين وكلفتهم وحمايتهم وكل شيء على الدوله العراقيه المهند، يعني مع الاسف ده اشوف احنا حاليا اكو حتى المسؤولين شفتهم واكثر مسؤولين التقيت وياهم وما يحترفون بينا، قالوا انتم وين تشتغلون مهندسين كيمياويين، تشتغلون مستشفى، شنو اختصاصكم، اصلا ما يعرفون اكو خبرات كيميائيه، اكو هندسه كيميائيه داخل، بينما تروح على اي دوله اوروبيه تشوف هندسه صناعيه لو هندسه عمليات يسموها، وتشوف رواتبهم اعلى رواتب. احنا مستمرين في حال لم تنفذ، احنا اكيد ما نبقى قاعدين هنا، اكو باب الوزارة واكو شارع واكو نوصل للمرحلة نخليهم هم يحيرون بنا، ما انه نبقى قاعدين، احنا نعطي مهلة، احتمال عندهم شغل، احتمال عندهم افادات، احتمال عندهم اتفاقات، نعطي مهلة معينة لهم، بس ورا ما تخلص المهلة
احنا هم ما عندنا شغل، يعني نعوف سنه نبقى قاعدين هنا لا شغل. احنا اوكي شباب ما يخالف، بس البنات قاعدات هنا وهذول اللي يمرون بالشارع هيك يشمرون حكايه ويسجمون حكايه، يعني هاي الغيره العراقيه. يعني احنا ما نقدر نسوي شيء، انا اركض ورا سيارات ما اقدر اسوي شيء. زين تعال انت شوف شنو مطالب هذول المهندسين، ترى هذول ما جايين من شوارع، ترى اقل واحد بيهم دارس 16 سنه، ترى 16 سنه ترى هذول اخذوا ترى وزاره التربيه اللي دوله محترف بها، ترى اخذوا تربيه بالدوله مالتك يا محترم يا متربي، ترى بعدين تعلموا وصار عندهم علم وصاروا مهندسين. يعني انا جماعه اعرفهم اللي عافوا التربيه اصلا، يعني اعرفهم مع كل احترامي لهم، عافوا التربيه، عافوا الابتدائيه، راحوا وصاروا هسه صار بيدهم شغل. اصدقائي وهسه احكي وياهم يقول لي والله انا بيدي شغل وفاتح فلان معمل، تعال تشتغل جوا ايدي عامل، هيك يقول لي. يعني هو هذا يعني يشجعون واحد يعوف التربيه يعوف التعليم ويروح من هو صغير يروح يفتح له شغل، وما يشجعون واحد يصير مهندس ويجي يكسب ويصير علم وحتى ينحسب على هاي الدوله تروع علميه. مع شديد الاسف هاي الدوله يهدموها هيك هدم. اجوا قالوا اللي قبلنا دمروا الدوله، قلت اوكي ما يخالف ننتظركم انتم شوف شو تسوون. صار لهم 15 سنه واحد يدب براسه ثاني، واحد يجي يقول هاي المعانات معانات متراكمه ما سنوات القبل. اوكي متراكمه دحلها انت 4 سنوات هذا ما حل، والثاني يجي يقول هاي المتراكمه ما القبل 4 سنوات. زين 4 سنوات اللي قبل ما حلها وانت ما حليتها، زين ايش وقت يحلوها لعد؟ وكلهم مستفادين وانت تعرف، والاقليم والدول الاقليميه كلهم مستفادين، لو ما مستفادين ما حد كان يبقون. اكيد كل واحد متاثر بدوله، كل واحد متاثر بجماعه، كل واحد صار عنده عصابه. والناس الفقراء اللي قضوا حياتهم بالليل يرجعون يدرسون، النهار الصبح يروحون للجامعه ويرجعون يدرسون، لا عندهم عصابه، لا عندهم علاقات، لا عندهم ما عندهم احد غير الله. ينتظرون يباوعون، ينتظرون يدعون للالله، بس ينتظرون وسيله. اذا انا ابقى للصبح ادعي لله، اذا ماكو وسيله يحقق مطالبي، انا على شنو احكي؟ على شنو ادعي؟ يعني الله يقول يعني ترى شغله ما صايره، بس تدري شنو؟ الشعب دمروها بحاله واحده، دمروها انطونا معانات تدريجيه. يعني لو هاي المعانات اللي احنا واصلين بها لو واصليها من 2003 ورا السقوط راسا، احنا قلنا انفتح الحصار خلاص طلعنا للنعيم. لو هاي المعانات احنا واصليها من 2003 راسا، والله العظيم ما حد كان يبقى قاعد. بس هاي تدريجي صعدوا الشعب وصلوا لهاي المعاناه، ما حد يقدر يحكي، واللي يقدر يحكي راسا يلومه تعال سوي الكلام هو يا استاذ. حتى لو لقاءات، حتى لو برنامج ساعات 4 ساعات ما نخلصها. احنا من قناتكم الناشط كل مسؤول، كل شخص غيور على بلده انه يلبي طلباتنا. احنا طلبنا بسيط، التعيين حق من حقوق اي شخص مواطن عراقي. احنا درسنا وتعبنا مثل ما تشوف باع البنات يوميا من 5 الصبح احنا موجودين على مود قبل الدوام، ب9 بالليل بدنا نرجع لاهالينا. ليش؟ كراوي تعبانين على روحنا، درسنا اوائل طالعين بينا ماجستير هسه تلقى كوما، شنو ذنبها هاي الشهادات؟ يعني حالنا حال المدارس؟ هذا اليوم الخامس احنا. ماكو احد يحكي ويانا، وحتى اذا صار اكو حكي فهاي كله كذب وتخدير. احنا اعتصامنا مستمر وما حد يعني يتحرك مننا، وهاي الشباب تشوفها كلها واقفه، والبنات اذا ما يصدر الامر الاداري منها وكل اعتصام. ليش هم الوزارة قابل ما يعرفون يعني من واقف هنا؟ لو ما يدرون باع اللافتات، باع البنات الواقفين، اكو شخص هسه غيور قال هاي البنات ليش قاعدة بالشارع؟ هاي التاكسيات سمعتنا حكي كوما، الرايح والجاي صرنا مضحكة، واحنا ناس مثقفة، شريحة تعبانة على نفسها، دارسين، مكملين، ليش نساوي حالنا حال ما عنده أي شيء؟ صح لو لا؟ احنا ما طالبين شيء، طلبنا التعيين.
لأن إحنا ساكتين عن حقنا. خالين 103,000 عامل أجنبي بالعراق يشتغل وإحنا ساكتين ليش؟ فإحنا قررنا نعتصم ونطالب بحقنا. إذا هم ما يلقون حل إحنا نلقى لنا حل لروحنا. ليش يعني؟ هاي مو يقولون البنات ما يسوون حل، هاي البنات شوفها خير من الله. حتى أمهات موجودات، شفت الشياب الموجودين الجايين؟ هاي كلها تدافع عن حقها، بس هذا العراق صار المظلوم به، هو لازم إلا يطالب بحقه إلا نحكي. وزارة النفط معيشة العراق، ما تقدر تعين لها 500 طالب؟ وزارة الصحة بيوم عينت لها 7900 شخص، ومن كليات أهلية خمسينات معدلاتهم ما تعبانين على روحهم، وهم نقول ألف مبروك لهم، هم طلاب وتعبوا ويستاهلون، بس إحنا نريد حقنا. نعم، طبعاً إحنا هذا جمع الغفير هو خريجي قسم الهندسة الكيميائية، طبعاً جينا اليوم إحنا من كل محافظات العراق على بون طالب باستحقاقنا الطبيعي، يعني هو مو من نية من أحد ولا متفضلين علينا. يعني إحنا قسم الهندسة الكيميائية يعتبر هو عصب الصناعة النفطية، يعني أغلب المنشآت النفطية تعتمد على المهندس الكيميائي، وهو المهندس الكيميائي هو الأساس والحكم بالموقع، يعتبر هو البروسيس إنجينير. يعني ما أعرف الدولة يعني ليش تتغابى أو تتناسى دور المهندس الكيميائي. يعني حقنا حق أي خريج. طبعاً هو الهندسة من 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 أعلى الدرجات أو من أعلى الكليات بالنسبة للجامعات العراقية، وكبلد متهالك مثل العراق يعني هو هسه بأمس الحاجة للمهندس. الإحصاءات الأخيرة طبعاً اللي هي صادرة من جهات رسمية عراقية تشير إلى أنه بحدود 75% من المهندسين هم ناس عاطلين. زين شو وقت يتعمر هذا البلد؟ شنو فضل الشركات الأجنبية اللي تجي للعراق ورواتبهم كلها يدفعونهم بالعملة الصعبة؟ وعن العراقيين حتى التعيين هو يعني راتب رمزي، بس الناس من وزاهة ناس يعني متوازية تريد يعني تعيش نفسها وعوائلها. يعني هم اللي شغلين المناصب واحدة من اثنين، يا اما عندهم عداوة ويا الخريجين يعني يحسون بنقص بهذا الشيء، او يعني عندهم مغزى اخر، عندهم مثلا صفقات فساد، او عندهم مثلا شركات اجنبية، او عندهم ناس خاصين هم يعني يتربحون يتكسبون من 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 وراهم، ولا شنو ذنب هاي الناس اللي عايفة محافظاتها وكل واحد قاطع له طريق 4 أو 5 ساعات جاي لهنا، يعني على مود يطالب ابسط حق من حقوقه حتى يكفلون عيشة كريمة لعوائلهم. يعني الناس من طلعت انتخبتهم ووصلتهم لهاي المراكز اللي هم متنعمين بيها، يعني خلي واحد من عندهم يقدر ينزل نفسه ويطلع يشوف هاي الناس يقول لهم يا باش محتاجين، على الاقل يعني وقفه معنويه، حتى اذا ما يقدر يساعدهم يقول يا باش محتاجين، احنا وياكم، احنا اخوتكم. كل ممثلي المحافظات يعرفون انه اكو شيء اسمه تظاهر، وخاصه المهندس الكيماوي. احنا حقنا الطبيعي اسوه بقيه الاقسام مثل هندسه النفط وخريج التقنيه قسم الوقود والطاقه ومعاهد النفط، هذا استحقاقنا الطبيعي. يعني احنا من 2007 لحد الان ما متعين مهندس كيماوي، اذا مو احكي لك اياها بالعدل بواسطه. هسه واسطات موجوده، هم اصلا دي يعني يعرضون هاي المبالغ، دفتر ونص ودفترين يريدون، بس هاي الشباب الكادح اللي قدامك اللي ناس تشتغل عماله، ناس تشتغل تاكسيات، ناس تشتغل شغل دون مستواها هي، لو عدنا هاي الفلوس اللي نعطيها رشوه لهم بدل كان هجينا خارج العراق. احنا لو واحد يلفينا اصلا ما نبقى بهذا البلد. اهل مكه ادرى بشعابها، يعني العراقيين هم يعرفون شغلهم، واحنا المصافي والشركات اللي هي تشتغل يعني حاليا بالعراق هي كلها الكوادر مالتها عراقيه، الشركات الاجنبيه وجه مقنع اخر للفساد، يعني يجون ياخذون كلها بالعمله الصعبه، المهندس الاجنبي الراتب مالته 10,000 دولار 9,000 دولار، والمهندس العراقي هاي اذا يلقى شغل وبغير اختصاصه يتمنون عليه بال 500 دولار و600 دولار. زين ويتمنون هسه هاي الشباب الحلوه اللي نشوفها كلها اللي تعبوا وسهروا وجاهدوا ومروا بظروف قدروا يتجاوزوها، لو اي بلد بالعالم ما يقدر يتجاوز هاي الظروف، يتمنون يشتغلون يعني سب فورمان يم اي مهندس اجنبي حتى لو سايق، يعني ب 1000 دولار 800 دولار 500 دولار. زين شنو فضل العمال الاجنبيه يعني علينا هسه؟ يعني اخر احصائيات هي وزاره النفط تقول 13,000 فرد اجنبي يشتغل بالعراق،
زين بالشركات النفطيه، وذول كلهم يستلمون بالعمله الصعبه، وسكنهم ونقلهم وطيرانهم واكلهم وتجهيزاتهم كلها درجه اولى، وما حد يقدر يحكي وياهم ولا يتجاوزهم. احنا نطالب حقنا الطبيعي، هذا استحقاقنا، يعني لا منيه من احد ولا طالبين اكثر من حقنا، هو التعيين يعني حق الطبيعي. بعد اليأس من إطلاق درجات وظيفية لمهندسين الكيمياوي، قررنا أن نطلع اعتصام من كافة محافظات العراق، حضرنا هنا من أجل التعيين على ملاك وزارة النفط. طبعا رسالة موجهة إلى وزير النفط، إحنا مثل ولدك هنا، تقبل تقعد ولدك هنا بهالحر هذا، بناتك كذلك، إحنا مثل ولدك، المفروض يعني تطلق درجات وظيفية تحتوينا، واحنا هنا طلعنا بهالحر هذا معاناة، زائدا معاناة عدم التعيين هم معاناة اخرى هذيشة. فاحنا نرجو من عندك ان تطلق درجات وظيفية وشوية تخفيف من عمال الاجانب، لان احنا هم ولدك هنا ولد العراق، احنا نخدم العراق اكثر من الاجنبي الجاي. الاجنبي الجاي 50 ورقة بالشهر ياخذ، بينما العراق ياخذ 10 اوراق يجوز بالشهر. فاحنا هنا احنا طاقاتنا وماكو اذكى من العراقي، العراقي هو اذكى انسان في الكره الارضيه كلها. فاحنا بدل ما نخدم نروح غير بلد، نخدم عراق، عراقنا بلدنا. واحنا هنا طبعا بهالحر هذا وزير النفط بعيد عنا بمسافات قليله، يعني هو ينظر علينا الان، فنرجو من عنده ان يعيننا واحنا هنا مثل ولده. ونشكر قناتكم. جوي طبعا الممثلين مالتنا دزوا عليهم تا يجتمعون جوا، فراحوا عليهم واكو ان شاء الله استجابه، قالوا نستجيب ان شاء الله، فنامل ان يسرعون في الاجراءات يعني مالت الاستجابه ولا ياخروننا كثير. اي والله اليوم الخامس على التوالي لاعتصامات خريجي الهندسه الكيميائيه. بصراحه هذا القسم تعرض للغبن وعدم الانصاف والظلم الكبير اللي لحق في هذا الاختصاص، كون هذا الاختصاص اصبح معرض للاندثار بالوضع الحالي، لان الاختصاصات الشاغره اللي ممكن ان يشتغل بها المهندس الكيميائي صار غير اختصاص، غير قسم يلزم اختصاصنا. فاحنا هذا الشيء يعني خرجنا، هو الاثر هذا الشيء احنا خرجنا. اليوم احنا شغلنا، ركيزه شغلنا هي على وزاره النفط، احنا شغلنا اليوم بالمصافي، المصفى يعني بشكل رئيسي للمصفى انه المهندس الكيميائي. زين، القضيه الثانيه المعالج الاوليه لاستخراج النفط، النفط اول ما يستخرج، طبعا ها استخراج النفط من باطن الارض هذا من اختصاص المهندس النفط، ما يدخل باي واحد. زين، المرحله ما بعد استخراج النفط من باطن الارض، مرحله التكرير والاستفاده من النفط الخام، لان بصراحه النفط الخام ما تقدر تستفاد منه الا موجود مهندس الكيميائي هو يطلع المنتجات الاخرى. الشغله الثالثه فحص النفط الخام، وكذلك العمل على الانابيب، وبقيه يعني تقدر تقول مو تقريبا 75% من عمل وزاره النفط هي من ضمن اختصاص المهندس الكيميائي. لكن اليوم من تجي تلقى المهندس الكيميائي قاعد على الرصيف ويظهر يريد حصته. اني هواي اكو جوانب احنا اذا نريد نطرق لها، هو وجود العماله الاجنبيه. فبصراحه العماله الاجنبيه جاي تغزي البلد، يعني بالنسبه للراتب العامل الاجنبي الواحد ممكن ينطوه ثلاث مهندسين عراقيين. تقدر انت هاي الثوره كلها والهوسه، احنا تقريبا عددنا فوق تقريبا 350 شخص، تقدر تبطل 1000 واحد من ذول الاجانب. طبعا هي شركات عندنا بالالاف بالجنوب وبالشمال، تقدر 1000 واحد تبطلهم، هاي ما يضل اي مهندس قاعد بصراحه، كلها تقدر تشغلهم. وبالنسبه للراتب والتخصيص المالي مالتهم، انا ما انكر وجود الخبرات، طبعا المهندسين الاجانب اكو بهم درجه اكسبيرت، ذول اكو مهندسين استشاريين، بس اكو يشتغلون شغل، المهندس العراقي يشتغل شغل ازيد مني. زين، بس ما موفرين له هذه الفرصه. الشغله الثانيه احنا بالذات تعيننا يطلب ان يكون تعييننا حكومي. احنا تعييننا على المصافي، المصافي قلت لك شغلة غير المهندس الكيميائي. احنا اليوم قاعدين هنا ومستمرين بتظاهراتنا وما نقوم الا احنا ماخذين الامر الاداري، واني هاي الخوذه لبستها بعد ما انزعها، هاي الخوذه حلم والله العظيم، يعني هسه انا ايش قد قريب على الوزاره،
امتار تفصلنا عن الوزاره، بس الحلم اللي عايشه بين السماء والقاع، انا بين مهندس ما متعين وبين مهندس متعين، انا هاي الخوذه يعني اللي بس تبعد ان شاء الله ما انزع، ولو اموت هنا لو اخذ حقي. طبعا الكل يعرف ان احنا اليوم موجودين مهندسين كيميائيين، طبعا حالنا حال بقيه الخريجين طالب حقوقنا، ابسط حقوقنا هي التعيين، العيش بكرامه بهذا البلد. من فتره طويله من عده سنوات بهذا البلد احنا ما حصلنا اي درجات وظيفيه، حالنا حال بقيه الخريجين، لذلك طلعنا اليوم ان قدام وزاره النفط حتى نحصل درجات وظيفيه حتى نضمن التعيين والعيش الكريم، بالتالي هذا حقنا، احنا جزء من هذا البلد، جزء من الخريجين مهندسين كيميائيين، من ابسط حقوقنا ان نشتغل بالدوله ونخدم القطاع النفطي، لذلك احنا واقفين مظاهره امام وزاره النفط حتى نحصل على الحقوق. وجودنا اليوم من كل المحافظات من مختلف الجامعات خريجين قسم الهندسة الكيميائية، جمعنا هنا حتى نطالب حقوقنا المسلوبة اللي صار لها أكثر من 2007 لحد اليوم ماكو أمر تعيين بحقنا، فهذا ظلم وظلم ما ينسكت عليه، فاحنا جينا اليوم حتى نبين للوزارة انه احنا ما راح نتخلى عن حقوقنا ونبقى نطالب بحقوقنا ونبقى ان شاء الله متواجدين ايد واحدة حتى نحصل مطالبنا اللي هي التعيين، وهو مو ذاك المطلب اصلا المفروض ما نسميها مطالب، هي هاي حقوقنا، انت لما تتعب وتتخرج خلال 16 سنة انت تعبان وتخرجت وتعبت على نفسك، هاي ثمرة الجهد مالتك اللي انت لازم تحصلها اللي هو حقوقك، احنا نسميها مطالب لانه احنا بالعراق بس بغير مكان هي حقوق، انت من تتعب لازم تلقى ثمرة جهد تاخذها على هذا التعب مالتك، فعلى كلنا احنا ان شاء الله اليوم باقين، هذا اليوم من الخامس دخلنا به، ماكو يعني فتشي فعلي يأملنا او خلينا نقول يبرد من قلوبنا شوية ويخفف علينا الظروف اللي نشوفها اللي هي من حر وتعب وجوع وغيرها، احنا من كل المحافظات موجودين اليوم ومن باداد ومن البنات وولد كلنا خريجين وتعبانين على نفسنا اكثر من سنوات، يعني احكي لك من 2007 اكو خريجين، من 2008 من 2015 يعني مختلف السنوات، كلنا اليوم تجمعنا بهذا المكان حتى نبين للرأي العام بالبداية ومن ثم نوصل صوتنا ان شاء الله للمعنيين بالامر. والله يعني اكو بعض من النواب اليوم زارونا، هم نشكر هاي وقفتهم ويانا، ويعني هو احنا ابنائهم، هذا الشيء يعني مو فد يعني سووا ان نشكرهم عليه، بس ان شاء الله نريد منهم فشي فعلي، احنا لما نجينا لهنا على عيني وراسي ونشكر جيتك وتحملت انه تجي لهنا وبعض يعني الحراره او خلينا نقول قساوه الجو، بس احنا نريد شيء فعلي، احنا ما لانه شيء بس بالكلام، احنا الكلام شفنا وسمعنا هوايه كلام، لما تجي الانتخابات يقول لك تعال وانت ابننا وانت اليوم ابن المحافظه ولا تدير بال، بس ان شاء الله اوصل، انسى احلام ورديه، احلام ورديه خلونا بيها، واحنا اليوم بواقع مرير اللي يمر به مهندس الكيمياوي، اللي يعني شو احكي لك انه اليوم المهندس الكيمياوي صار ضحوكه للبقيه. لانه اللي جاي واللي فايت اليوم يقول شنو ذولا مهندسين، مهندسين ذولا، معناته وصلنا الى مرحله يعني والله سخريه صرنا، فاحنا نناشد ونطالب من كل شريف انه يابا شوفوا ذولا المهندسين، ترى احنا اللي راح نبني البلد اذا مو احنا موجودين بكل المكانات. احنا شباب وبنات طلعنا نطالب حقوقنا امام وزارة النفط، احنا شغلنا بحث على وزارة النفط بعد ما يقوم باستخراج النفط من باطن الارض، المهندس الكيميائي يلزمه يكرر النفط الى ان يصل الى مشتقات النفطية اللي هو البنزين والغاز والدين وكل انواع الاصنافه،
فاحنا نطلب من السياده الوزير ينظر لنا بنظره عطف ابويه ان يخلصنا من العمال من قساوه الحياه. احنا شنو ذنبنا نشتغل عماله؟ الشباب البقيه يشتغلون بالشورجه، شنو ذنبهم؟ احنا ند 16 سنه على مود نبني بلدنا، بعد احنا هسه والبلد بامس الحاجه انه بعد ما خرجنا من حروب اللي كلها تعرفها من تحرير المسلمين انبار، البلد بحاجه انه ينبني بسواعد الابطال، سواعد الشباب. كل دوله هسه عالميه تعتمد على الطاقات الشبابيه للنهوض بالبلد. ليش الحكومه مالتنا ما تلتفت لنا؟ وصار لنا احنا 5 ايام مفترشين الرصيف ونايمين، لا نومتنا نومه، لا ليش؟ لان احنا نطالب بحقوقنا. احنا بالنسبة للعمالة الأجنبية التقارير اللي نعرفها انه وجود 103,000 عامل أجنبي. العامل الأجنبي تكلفته من نقله من المصفى لحد المطار يكلف الدولة 6000 دولار خطورة أمنية. نقله من المطار لحد الدولة الأجنبية على الحكومة العراقية. ليش الحكومة تصرف هالكم من الآلاف الدولارات على مود العامل الأجنبي؟ احنا نطالب من خلال منبركم القناة الوزارة النفط تلتفت لنا وتعيننا، لان هسه الشاب العراقي اذا لاحظه يخرج من جامعة بغداد او من غير الجامعات يصعد الجسر يريد ينتحر، شنو الأسباب اللي يخليه ينتحر؟ خرجنا اليوم من أجل المطالبة بحقنا وهو التعيين أسوة بأقراننا من باقي الكليات وخصوصا كلية هندسة النفط. نحن خريجي قسم الهندسة الكيميائية نعاني من التهميش الغير مبرر من قبل وزارة النفط، حيث أننا هو اختصاصنا اختصاص نفطي بحت في المؤسسات النفطية. أنا المواطن من محافظة كركوك، جئت اليوم إلى محافظة بغداد وتحملت عنان السفر 5 ساعات تقريبا بهذا الجو الحار من أجل المطالبة بحقنا وهو التعيين، مع العلم أني من محافظة كركوك ويوجد في محافظة كركوك الكثير من المؤسسات النفطية ذات الصلة بالهندسة الكيميائية، أمثال شركة نفط الشمال، شركة غاز الشمال، شركة تعبئة الغاز، شركة توزيع المنتوجات النفطية، شركة الأنابيب والخطوط النفطية. لذلك نطالب الآن، نحن الآن معتصمين أمام وزارة النفط ولمدة 5 أيام على التوالي المطالبة بحقنا وهو التعيين المركزي أسوة بأقراننا من باقي الكليات. طبعا اليوم طلعنا نحكي بالعامية حتى نحقق مطالبنا وناخذ نسترد ثمرة جهودنا اللي ما شفناها من خلال تعبنا السنين العديدة بالتعليم، سواء كان تعليم الإعدادي أو المتوسط أو الحملة الشهادات العليا. يعني احنا منذ سنة 2007 لحد الآن وزارة التخطيط قصرت بحق شريحة المهندسين خريجين الهندسة الكيميائية بكافة الجامعات العراقية بأنه في أي درجة وظيفية لم يخصص له بمسمى بعنوان مهندس كيميائي، بينما كان يذهب درجات المخصصة لنا إلى بقية الدرجات الوظيفية الأقسام الهندسية. أيضا هنالك ظاهرة جديدة منذ 3 أو 4 أعوام وهو العمالة الأجنبية كثرت بدرجة كبيرة في المؤسسات العراقية وخاصة المؤسسات الصناعية والمشاريع النفطية. يعني نجد العامل الأجنبي عامل وليس كادر أو مهندس أو مهندس أقدم يتقاضى راتب أكثر من 2,000-3,000 دولار، بينما إذا تعين بدلا منه المهندس العراقي وهو أكثر كفاءة ومهارة وعلمية يأخذ أقل من 1,000 دولار. فمسؤولين الوزارة ومسؤولي الدولة غضوا النظر عن هذا الموضوع وتفاقم الأمر، مما أدى إلى حصول أعداد كبيرة من الطلبة الخريجين على عدم حصولهم على الدرجات الوظيفية في الوزارات المعنية لنا قسم هندسة الكيميائية.